هلا والله مرحبا الحين عدنا يا عيال بحلقة جديدة من لعبة مست. ايش عندنا الحلو هذا تفشان بيتنا؟ هلا بخوينا جديد، شلون كنت اتحكم فيك انت؟ لا هذا مو كذا. لا مو كذا يرام لي ولدك. اتوقع ايوه كنترول حلو. طيب خلينا نجرب على سكوت. ايوه سكوت بقول لك كول. المفروض يجي سكوت. اوكي هذه جت بس وين سكوت؟ والله ما ادري وين خوينا. زبده يا عيال زبده. الحلقه هذه باذن الله نبي نروح كيف افتح الخريطه؟ ايه نبي نروح عند المناطق هذه حقت المصنع. في ثنتين جنب بعض ما ادري ايش فرقهم عن بعض، وهنا في شيء من تحت ما ادري وش مستنقع ما ادري، بس الحين ابغى اروح لهذه المنطقه. هل راح تكون منطقه جلد؟ ممكن. اوكي صح انك تحط اسلحه. طيب خلينا نحط الاسلحه هذه ما ابغاها والاغراض اللي ما بيها. يبغالي مكان. اي الو والله عندي زحمه. الاسهم خلصتها ما عندي لسام واحد باقي. اوكي مو مشكله عندي سنايبر بحطه بدال الشوزن. الشوزن تقريبا اقل سلاح استخدمه صراحه، فخلنا نشيله ما ابغاه. يا صديقتي انت جبت لك تفاح. هي جبت لك تفاح تعالي. هلا والله خذي تفاح. هاو ميني اوكي هاند اوفر ايتمز. يس بتعطيني البوصله اللي مال امها فايده. عندي خريطه شو ابغى فيها. طيب شلون استخدم البوصله؟ اجي هنا اكويبمنت لا جير واقول كومباس بروسيد. احتاج سكرو درايفر. اها اوكي يلا مو مشكله خله تولي شوي. كم عندي انا طلقه؟ 5 طلقات. اوكي لان عندي هنا طلقتين ريفولفر ما انا بقادر احطها فوق هذه ما تسوي ستاك، فشكلي برميها خلها هنا. يعني الشوزن برضو ما نبيه لاني شلت السلاح بكبره. هذا الرايفل حق الرشاش صح؟ اوكي صح حق الرشاش. السنايبر 63 طلقه سنايبر يا عيال. طب حق الرايفل الرشاش ما ابغى بشيله، وقاعد افضل ايش الشنطه عشان ننطلق الحين والامور زينه. اوكي اتوقع اموري زينه، معي اكل. خلينا نخليه، ما ادري اذا في اكل زياده بعد اشيله. اوف هذا ني ما طبخناه يا عيال. يا اصدقائي انتم كلكم ما لكم فايده؟ هذه اللي صدق ما لها فايده يا عيال. هذا ايش صار عليه؟ هذا يا طويل السلامه للحين ما زبط. ايش فيه؟ من مقلوب؟ شوف لسه 48% مقلوب. انا شفت من هنا اقول ليش ما يعلمني كم باقي؟ طلعت قالبه كل ذا الوقت قلاب الفهاوه. طيب 48% تقريبا مطولين لسه والله، ولا نص الطريق حتى، وهذه بعد 55% والله يطول عشان ينشف. ها سويتوا؟ حلو والله. احترق يا الله. ايش سالفتي انا مع الاكل المحروق يا الله؟ لو اكل ايش يصير؟ ياك والله سودة. تكفى لا تقول لي مت. اوكي ما جاء شيء بس الظاهر ما يزود الجوع. اوكي ما علينا بمشي. معي اكل معلبات واجد اقدر اكل. ها تبون هذا ناكلها؟ توميتو صوص كان. يلا كل توميتو. ناكل طماطم يا عيال. هذه السرفايفل صدق. شو نسوي؟ طيب الحين خلاص مستعدين نروح. بسم الله. سيارة حلوة. ليتس جو. والله للحين معي الرافعة ما معي. خلني اشوف شلون اصنعها، احس اهم شيء. معلش اصبر. ابى اشوف الرافعة ذي العفريتة ما ادري شو اسمها، احتاجها. لان لو انقلبت علي السيارة ما راح اقدر اعدلها. لازم اسوي ابجريد. احتاج جير وسكراب. اوكي هذا كله يبغى له شغل، نسوي ابجريد للستيشن نفسه. بعدين اقدر اصنعها. اوكي. وهي موضوعها بسيط الظاهر. عندي 8 يا عيال. والله عندي 8. طب اسمع خلينا نجمع لنا الخشب. ايش في الكلب يا عيال؟ قسم بالله انك معتوه. هذا مو صاحي فضائي. سوي ابجريد. بسم الله. هلو والله. الحين يفتح لي اشياء كثيره. منها هذا الشيء اللي ابغاه. ورميه. وينه؟ ايوه هذا نحتاج كفر. والله ايزي اقدر عليه
طيب هذا الكوفر شو وضعه؟ وحتى هذا يحتاج لذر. طيب هذا يصير يشيل لي ثلاث انواع من هذا الاسهم، بس ما علينا. كفر الظاهر اذا ما خاب ظني، يب هنا في كفر. جيب بظني يا عيال بنسويها. دن دن دن. الحين لا قدر الله انقربت سياره ولا شيء، امور زينه ما نخاف. اوكي هذا الهاي واي نمشي لين نلقى العماير، بنشوف العمار على طول اصلا في وجهنا. اوكي هذا اللي يصير لما تناظر الشاشه وتسحب على ابو اللعبه. كيف استخدمه؟ يب لو سمحت عدل السياره. الحمد لله اني جبت العفريته، يا الله لك الحمد، يا الله من فضلك اني سويتها. الحمد لله. شفتوا ايش يصير يا عيال؟ كل شيء معنا، كل شيء معنا، كل شيء معنا، كل شيء تمام، كل شيء تمام. الحين كمل طريقنا. ايش اللي سويتها؟ ايش اللي سويتها؟ والله قاعد اناظر الشاشه اتاكد من التصوير. يا اخي ايش فيها السياره ذي؟ قسم بالله انها تزحلق يا عيال، والله انها تزحلق مره. اوكي وصلنا، اوكي وصلنا. في مدخل هنا، بوابه. ايش؟ ايه سو سيف يا بوي؟ معي قلم؟ ما معي قلم الظاهر. ايش دعوه؟ من ما عندي ولا قلم، ايش دعوه؟ والله غريب. المهم خلي السياره هنا، خلينا ننزل. عطني الرشاش مكان الاكس لو سمحت. وش وضع المكان هذا؟ له مدخل هنا. لا تنقرب السيارة، والله شكل ما في أحد. خلني أجيب السيارة أجل. وش السالفة؟ مدينة دخلها ظاهر ما تدخل. أوكي خلاص خلاص مو بلازم. السلام عليكم، وش السالفة؟ وش السالفة؟ فاضي ما في أحد صح؟ إيش في الباب هذا؟ لا أنا أقدر أدخل ولا بزر. السلام عليكم، ما في لوت. اوكي هذا اغبى شيء، حط لي لوت، حط لي شخ بلاستيك. فاضي وات ورا فاضي ذا. اوه الكرات ذي ما تفتح يا ليل. والله شيء يفشل، والله شيء يفشل، ما في لوت. طيب 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 اوكي. حرفيا ما في اي شيء، فاضيه مره. شيء عجيب صراحه، انا توقعت بلقى علقه شنطه الانابيب هذه ولا شيء، بس والله فاضيه. شكل الزبدة كلها في العماير اللي هناك. طيب مشينا للعماير، بسم الله. والله شكلها حتى هي منظر، لا تكفى لا تقول لي منظر. كل هالعمار رود كلوزد، مقفل الطريق. اي والله منظر. القار تكفون تكفون، قولوا لي عندكم شيء. خف انشب يا عيال، خف اروح انشب. اصبر اصبر سو سيف بعدين طب. والله شكلها شكلها النشبة. وش ذا؟ وش ذا المكان؟ اوكي ما اشوف في شيء تحت فما له داعي انزل. وش وش السالفة؟ اوه في لوت هنا كويس. على الاقل في شيء. اوه معناته يبغوني اجي هنا، معناته كانوا يبغوني اجي هنا. اوكي كويس، انا خفت اني قاعد ادخل مكان مقفل من اللعبة. اوه في طريق، في طريق، انا قاعد اتفلسف. يا اخي احس تحت في شيء ما ادري ليه. اوه مصعد، هذا الازرار بس ما تنضغط. والله قهر ليته ينضغط. كونكريت باج اوكي شكرا. كونكريت بريك اوكي شكرا. عشان ريحة شنطة يا عيال، عشان ريحة شنطة. اي والله والله على شنطة ولا زفت. والله في هذا الكونكريت، والله انا قاعد اجمعه، ما قد جمعته في حياتي او في اللعبة يعني، فاتوقع اني بحتاجه. والله في كثير منه بعد. ايوه مكب زبالة. فاضي. يا زفت. اوكي نزلنا تحت، ما في شنطة ما في شيء. اوكي ما اقدر اركض يعني. اوه ما ادري البيكاكس قهر، كانوا تكسر ذي. شوف ايش تعطيني الحمامات هذه، ظنكم فيها شيء؟ هم يا اخي مقرف راعي اللعبة، دائما يحب يحط في الحمامات شنط وما ادري ايش. ما ينفتح الباب فيب ما في. والله جيب البريك هذا، ما ادري اتوقع اني اقدر اصنع فيه شيء، ابني فيه شيء اكيد اكيد. اوكي الحمد لله على السلامة. والله شيء يضيق الصدر، كل مرة ناشف هناك. تعال ولد تعال. ايوه جاء حلو رسبا عندي. ايش في؟ الو علقت اللعبة يا عيال، يا عيال علقت اللعبة قسم بالله. واحد منكم كاتب في التعليقات حسن ترى مو بحلو انك تسوي سيف ولود دوت كل شوي. يا ابوي شوف اللعبة شو تسوي فيني. ها ها
تلومني اسوي لود كل شوي حتى ما اقدر اضغط سكيب. اوكي يا عيال سويت لود. وين وداني؟ وداني عند يب هنا قبل ما ننزل من السياره. شلون كنت مسوي سيف؟ مشينا يا قلبي. لا تنزل، ما ابغى لا سمنت ولا زفت، طلعني بس ابغى اطلع بالسلامه. فكني ما ابغى شيء، ما ابي عماير، ما ابغى سمنت، ما ابغى بلكات، ما ابي شيء. صح ولا يا قلبي؟ اي والله هذا حتى جوا الكرسي، شوفوا شلون ما شاء الله مخترق الكرسي انت يا ابو الشباب. يلا بعد على الاقل رجلي مو مكسوره، يعني هذا احد الاشياء استفدناها. طيب شوف دام هذا المكان طلع خايس، ابغى اروح اشوف المستنقع وش سالفته. هو اتوقع انه مستنقع، ما ادري ما قد شفته قبل، بس اتوقع شكله كذا كانه مستنقع. شوف وينه، هنا يمين بيجيني مفرق بعد شوي، قريب والله بيجيني مفرق. روح مع يمين. اوكي اتوقع اني عديته، عديته. لا هذا الطريق. اوكي اوبا في بيوت، بيت شكله في ناس او سيب لا يصير زي اللي تو. بسم الله وش السالفه، بيت ايش ذا؟ انا الحين مفروض اني لا والله شكلي لفيت هنا. لا لفه غلط دي يا عيال، لفه غلط دي. ارجع انا عديتها، والله اني حسيت اني عديتها. اوكي شكله والله اعلم الطريق اللي ابغاه ما هو موجود، لكن شكله تحت هناك. ايوه هذا هو. اوه بعذري ما انتبهت، اشوف شلون صغير. اوكي يا اخي قلب راسي ذا الطريق يا عيال. ما في شيء. لا تقولون لي هنا الوحش يا عيال، لا تقولون لي هنا الوحش. في شوزن مو معي. اوبا حبيبي اسمع، انا بخليك تهجم وبنهاش واسحب عليك. اوكي سو سيف يا بوي. وش ذا؟ اولد فيوز. اوكي فيوز قديم. اوكي شكرا. اتوقع هيكون هنا الوحش اللي قلت له. يا اوكي اوبا هيكل عظمي. كنا مع شنطه، عطني شنطه حقتي يا بزر. ما ادري ايش اخذ سلاح، خلني على السنايبر. اتوقع هنا المفروض اجي اجمع حديد. الله يستر، والله اني ما ادري وش بلقى. قلتولي قبل في وحش ترى في اللعبه، بس ما ادري هو هنا. اتاك يلعن شكله، يلعن شكله اللي يموت. استهبال 20 طلقة عشان يموت، بلا سنايبر بلا زفت. جيب البو بس كم واحد. انت ما لك فايدة، يا كم واحد. ما في لوت هنا. اوكي الطريق تحت، هذول بس افتتاحية كذا يعني. اوكي في طريقين، انقلع يا شيخ. الله يلعن يا عيال. استهبال والله، استهبال. سنايبر ما يسوي شيء. اقول خلني على الريفولفر. هو والله هو الرجال هذا. وشو ذا؟ ليفر. اوكي شكرا. اركب الفيوز هنا القديم. ما ايوه ليفر ريكواير. ايوه ركبناه. شغلنا النور. ايوه تشوفون هذا حديد ومدري ايش. من هنا نجمع. اوكي نحتاج الاكس. خلنا لو ذا البزر عشق ابوي، مع اني ما اتوقع والله انه خايس السلاح. اوه شبك عنكبوت، هلا والله. ايش؟ جن باودر. اوكي اتوقع ما اتوقع في وحش يعني، اتوقع بس الزومبيز دول. اي ما اتوقع في وحش، بس في كبار في مدري. ايوه كرول. لا تقول برسيكر. ايوه اي
كلب، يدك انعفطت يا كلب. اتاك اتاك سكوت، تعال تكفى. اصبر 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 الانفيوز هذا يبغى له قنبله، ذا الانفيوز بعد ما انا فايته. اصبر بفضي عليه الرشاش. طيب 24 طلقه بجرب تجربه وشوف كيف ينقص دمه. اوكي الانفيوز سريع بعد الكلب. جاء جاء لا اذكر الله. اسف خل نجرب السنايبر. اوكي بشوف ايش كثر ينقصه. تعال تعال الدب تعون شيك. ما كان ينقص دمه. ما ينقص دمه من السنايبر. استهبال. طلعت عالق يا عمري. ارجع لك اصبر ادق الكريوس دامك عالق. او لا والله مو بعالق. جا جا حسب عالق. انت مالك فايده انت. لا لا زفت الطين مالك فايده صدق. هذه بيلا شوزن ها؟ اوه اوه اكسبلوزيف ايروز. تعال عندي اسهم متفجره. تكرت. تعال برسيركر ها؟ تعال انا اوريك. قال تمام ما قاعد ينقص. قال تمام ما قاعد ينقص. دمه ما نقص ولا شيء حرفيا. ما نقص دمه يسوي كذا بس. يعني اني عرفت الانفجار بس ما ينقص شيء. اسمع اسمع في شوزن هنا منا ولا منا؟ ما توقعت. توقعني نزلت كل اسلحتي. شو اسوي عيال والله ما توقعت بقابل ذا الدب. طيب شو الحل معه؟ والله يسطرني. كيف دمي؟ دمي فل الحين. اوكي خلني اسطر الزومبيز الحين ان شاء الله ما ينقصون دمي بعدين بقابل بشوف شو سالفته ذا. اه اقول معي امك فايده انقلع بس مسوي فيها اديب انت وجهك. اوكي بلا فلسفه. اوكي انا الفلسفه. لا يا عضعضه يا نص. الله يقرعك يا شيخ. سطروني نقصوا دمي لين اذنت. الله يقرع حواله خروشه قسم بالله. اسوي كذا لما اجي كذا اجي صوب اطق كذا مع الخرشه سلابه. وين اخذ البو حق اسهمي؟ تعال رجع لي سهمي يا بزر. معك سهمي انت؟ ايه وين قرع؟ في فيوز شيء منه ولا منه؟ ما في. اوكي ما في فيوز ما في شيء. ما في الا الدب اللي تحت يستناني. والله ما اتوقع بقدر عليه. والله ابدا ما اتوقع بقدر عليه. يب ما وش ذا؟ براس انجت. اوه البراس مره مهم يا عيال. والله ودي ارجع احطه في السياره واسيب. اصبر اصبر هو البراس هذا هو اللي نصنع فيه رصاص. يعني بغيت بعدين اسوي لي رصاص سلاح معين بس هذا هو. اوه هذا السهم حقي. طيب اي صح صح خلينا نغير الاسهم على اساس المتفجره بتسوي شيء. يعني صديقي اسمع خلنا نتفاهم خلنا نتفاهم. شوف ما اقدر حتى استخدم الكلب هنا. اي والله اتاك اتاك وينه؟ خله يطلع. اول ما يطلع بقول اتاك بشوف بيجي لي ولا لا. نوب ما نقص دمه. استابلت. اوكي الفرد ينقص. الفرد ينقص اوكي؟ طيب الفجار ما نقصه. الاسهم متفجرة ولا تدغدغ حتى. طيب السنايبر اصبر لا تجي بسرعة.
ركضت تخرش الله يقلعه. استرقصني. وش شعورك انا قاعد اخذ منك ثمبنيل وانت كذا تناظرني السبك؟ طيب الحين جرب. وش نجرب يا اخي؟ البوا غريب انه متفجرات ما تسوي له شيء، يعني حتى لو جبت جرينيد ما راح استفيد شيء. مشكلة والله، يبغى له شوازن الظاهر. شوف استامينا في خط اصفر. ايوه انسدح انسدح. في شيء جاء على عليه فوقه يوم طاح، في زر اضغطه. قاعد استكشفه معكم، ما اتوقع باكثر الحلقه دي صراحه، بس استكشفه. يلا بسم الله عدنا يا صديقي. يعني انت يا بزر، شوف طيحت اللي تو والله. واو ما غيرت رصاص. شت شت ارجع ارجع. ايوه في زر تشوفون. نعم بيسكم اخر. خلوني اشيك شو عنده. والله ها صدق. المشكله يوم طيحته جو الزومبي في زعوله، فيبي لي حتى هم قروشه. ما ادري وش سالفته. لا كذا بس. اوكي اسمعوا. راح نوقف هنا. اتوقع احتاج الشوزن، نبي نجيب شوزن الحلقه الجايه بعدين اقدر اواجهه. يب راح نوقف هنا. ان شاء الله عجبتكم الحلقه، لا تنسوا تشتركوا في القناه وحطوا لايك. سلام.